مشاهدينا، نشر فريق من باحثي سدرة للطب دراسة حول استجابات الأجسام المضادة للفيروسات التاجية المسببة لنزلات البرد، وهذه الدراسة شملت نحو 1000 شخص ونشرت في مجلة طبية متخصصة. مشاهدينا، تفاصيل أكثر، يسعدنا أن ينضم إلينا في الاستديو الدكتور نيكو مار، الباحث الرئيسي في المجموعة التي أشرفت على الدراسة في سدرة للطب. أهلا بك معنا دكتور. بداية وقبل أن نخوض في تفاصيل هذه الدراسة، من المهم أن نتعرف على الأجسام المضادة للفيروسات التاجية المسببة لنزلات البرد وما طبيعة هذه الأجسام. أولا أود أن أشكركم على دعوتكم لي. والأجسام المضادة هو جزء مهم من الجهاز المناعة في الاستجابة لأي عدوى، وهو بخصوص التطعيم الذي يأتي في المرحلة الثانية بعد هذه الأجسام المضادة التي تعمل سريعا بعد ذلك. وأيضا كلنا ربما تأثرنا بنزلات البرد قبل وبعيدا عن الكورونا فيروس هذا، وعندما كنا أطفال مثلا تعرضنا لهذا كثير، وما زال لدينا بعض الأجسام المضادة منذ الطفولة وأحيانا تختفي مع الوقت. نعم دكتور نيكو مار، هل هذه الدراسة لها علاقة بفيروس كورونا أو بأيضا مضادات الأجسام لمواجهة هذا المرض؟ في هذه المرحلة نحن نظرنا في الواقع في هذه الدراسة إلى عدد كبير من الأفراد، منهم أطفال ومنهم بالغون، ورأينا إذا كان لديهم أجسام مضادة تتعلق بكوفيد 19، وتطورنا من التكنولوجيا وهذه أهلتنا لمعرفة أين هي هذه الأجسام المضادة وكم هو مدى فعاليتها. وواحدة من النتائج التي وصلنا إليها هنا أن هناك فرقا بالأجسام المضادة بخصوص الأطفال والبالغين، ومثلا في الأطفال لديهم أجسام مضادة أكثر تتطور بسرعة وفيها بروتينات محددة على سطح الجسم المضاد، وبالتالي تدخل إلى الخلايا وتصبح جزءا من جهاز المناعة. وهذا البروتين مع الأجسام المضادة هو الذي يواجه الفيروس، وبالتالي يكون هناك تغليف للفيروس بحيث يستطيع التحكم به والسيطرة عليه. وحتى يحدث هذا فأن الأجسام المضادة مع البروتين يجب أن تتعامل مع بروتين الفيروس، ووجدنا بأن هذه الأجسام المضادة وصلت وفي الواقع تكون عبارة عن مستقبلات لهذا البروتين الذي يأتي مع الفيروس نفسه. وواحدة من النتائج الأخرى أيضا أنه جزء من هذا البروتين كان مشابه تماما لفيروسات كورونا المختلفة وليس فقط كوفيد 19 وبما في ذلك سارز وما قبله. لذلك بعض الأطفال لديهم بعض الأجسام المضادة التي استهدفت هذا البروتين الفيروس بشكل عام وتقوم بمواجهتها وتثبيط عمل تلك الفيروسات التي تغزو الجسم. وأيضا وجدنا بأن بعض هذه الأجسام المضادة تتعامل مع فيروسات أخرى، وبما يخص السلالات الأخرى، ومنها سلالات التي ظهرت بخصوص فيروس كورونا 19. وهذا يشرح بأنه الأطفال لديهم خبرة وأقل عرضة في الواقع للمرض عندما يصابوا حتى لو أصيبوا بمرض كوفيد 19. لذلك هذه الأجسام المضادة لا تمنع العدوى نعم، ولكنها لا تطور المرض بشكل كبير. جميل دكتور، نحن كإعلاميون نحرص على السبق الإعلامي، فأنتم كسدرة للطب هل كان لكم مساهمات لسبق طبي في هذا المجال، خصوصا لديكم قسم للأبحاث؟ في هذه المرحلة في الواقع ليست مسألة دراسة لها سبق كما نقول، ولكن حتى نكون هكذا يجب أن نتحدث هنا قبل ذلك عن التطعيم أو اللقاح. الجانب المهم الذي يجب أو أنا أقوله هنا أن هذه المطاعيم أو اللقاحات هي التي تقدم أيضا ما يشبه الأجسام المضادة،
وبالتالي هي تقدم استجابات للفيروسات. وكما تعرفون هناك كثير من السلالات التي ظهرت في الفترة الأخيرة بما يخص كوفيد-19، ونتوقع أن يكون هناك لقاحات خاصة بهذه السلالات الجديدة التي ظهرت في الفترة الأخيرة، وهذا يعني أنه يجب أن نفهم كيف يستجيب الجسم المناعي أو الجهاز المناعي للعدوى المقبلة. نعم دكتور، مناعة الأطفال ضد فيروس كورونا أكبر من مناعة البالغين، لماذا وما علاقة الأجسام المضادة في ذلك؟ في شكل أساسي كما قلت بأن الأطفال لديهم أجسام مضادة تتكرر وتتطور وتتغير وتتعامل مع البروتينات التي تأتي إليها وتستطيع التعامل مع أكثر من بروتين أو أكثر من سلالة من الكورونا مثلا، هذا يعطيهم حماية أكثر من تطوير المرض أو تطور المرض لديهم بشكل كبير، فحتى لو أصيبوا لا يتطور المرض لديهم بشكل كبير وتكون آثار هذا الفيروس أقل. نعم دكتور، استجابة الأجسام المضادة للفيروسات التاجية، دعنا نتكلم عن هذه الدراسة وما أهميتها في الوقت الحالي. الأهمية لهذه الدراسة هي أن نفهم كيف تعمل المناعة في أجسامنا ضد هذه الفيروسات، ونتعلم وتعلمنا من الفيروسات الموسمية أيضا بنزلات البرد مثلا كيف يجب أن يتعامل الجسم مع هذه، وهذا مثلا عرفناه وجربناه عندما تعاملنا مع فيروس سارس سابقا. دكتور، بعد أن أصبحت دراسة الفيروسات مهمة جدا للعالم أكثر مما كانت عليه، خصوصا ما حدث من توقف لعجلة الاقتصاد وحركة العالم، القارات انفصلت والدول انفصلت والشعوب انفصلت والبيوت انفصلت، فهل سدرة للطب قسم الدراسات خصص بعض المناهج أو بعض المعامل لدراسة الفيروسات للاستمرار في هذا المجال؟ نعم يمكن القول هذا، هناك كثير من زملائي يعملون على مسألة فيروس كورونا وكثير من الأبحاث قمنا بها حتى الآن، ونحن نتطلع في الواقع ونبحث عن الذي يجعل الناس عرضة أكثر من غيرهم والذي يساعدهم وكيف يمكن نساعدهم لمواجهة هذا العدو. هذا مثال على الذي قمنا به، دراستنا تتحدث عن الأطفال مثلا ولذلك عرفنا مناعتهم. نعم الدكتور نيكو مار الباحث الرئيسي في المجموعة التي أشرفت على الدراسة في سدرة للطب، شكرا جزيلا لك.